أهلا بكم مشاهدينا الكرام. النظام الذي أنفق مليارات الدولارات لتمويل حربه ضد الشعب السوري، كم سينفق الآن على القطاع الصحي لمواجهة خطر فيروس كورونا؟ وهل بالفعل يمتلك النظام الإرادة والخطط الاقتصادية لمواجهة خطر هذا الفيروس؟ أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج اقتصاد سوري، والتي أقدمها لكم من منزلي بسبب الحجر الصحي. لذلك يعني اعذروا لنا إن كان هناك تشويش في الصوت أو كانت دقة الصورة ليست كما يجب، لأننا ملتزمين بالحجر المنزلي، حمانا الله وإياكم من جميع الأمراض. وفي هذه الحلقة يسرني أن أستضيف السيد سمير طويل، الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي. أهلا بك سيد سمير. في البداية، النظام رصد حوالي 100 مليار ليرة سورية لمواجهة فيروس كورونا، أين سوف يضخ هذه الأموال وكيف ترى هذه؟ يعني لا يوجد أي استراتيجية واضحة لتوجيه هذا المبلغ، يعني حتى هذا المبلغ يعني يساوي حوالي، إذا افترضنا أن الدولار ب 1200 أو 1300، يعني تقريبا المبلغ يوازي 8 مليون دولار، وهو رقم ضئيل قياسا بما ترصده الدول الآن لمواجهة أزمة كورونا، سواء لدعم القطاع الصحي أو لدعم الاقتصاد أو دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. يعني على سبيل المثال، إيران طلبت من صندوق النقد الدولي بقرض بواقع 5 مليار دولار لمواجهة أزمة مرض كورونا أو وباء كورونا في إيران. طبعا الوضع مختلف بين سوريا وإيران، إيران عدد سكان أكبر، لكن يعني يبقى هذا الرقم ضئيل. اليوم مثلا على سبيل المثال، الحكومة الإسبانية أعلنت عن صفقة لشراء مثلا معدات أجهزة تنفس، كمامات، لشراء قفازات. يعني هناك خطة تحفيزية أيضا للاقتصاد بكافة الدول. المركز الأوروبي تحدث عن خطة تحفيزية تقارب 300 مليون دولار كحل إسعاف، مليار دولار عفوا، كحل إسعاف وعاجل. 300 مليار يورو. يورو، نعم، نتحدث عن الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي كذلك الأمر. يعني ترامب تحدث عن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عن حزمة إجراءات تتخطى 2 تريليون، هكذا تحدثت الأرقام، يعني عن موضوع خطة تحفيزية للاقتصاد. مبلغ 100 مليار ليرة سورية هو مبلغ نوعا ما ضئيل مقارنة بالأزمة التي ستنتج فيما بعد انحسار الوباء. الأزمة الاقتصادية تحدث هنا، سيكون هناك وضع كارثي للاقتصاد السوري أصلا المتعب من الحرب 9 سنوات أنهكت المواطن السوري، وأن أتعبت الاقتصاد وأتعبت السوريين سواء كانوا داخل. نعم، على سيرة أن المواطن السوري قد أنهك، يعني رأي مسؤول في وزارة الكهرباء السورية قال أن زيادة عدد ساعات التقنين كان بسبب بقاء السوريين في بيوتهم، وهناك من يتحدث عن أن ساعات التقنين تصل إلى 20 ساعة وأكثر في الكثير من المناطق. ويصور لنا الإعلام أن المواطن السوري هو لا يلتزم، طبعا إعلام النظام هو لا يلتزم بالحجر الصحي. ماذا قدمت حكومة النظام للسوريين حتى يبقوا في منازلهم ويلتزموا بالحجر؟ طبعا حتى يعني قرأنا من بضعة أيام على مواقع التواصل الاجتماعي، هناك حالة من التذمر لدى السوريين في الداخل مناطق سيطرة النظام،
حول موضوع تقنين ساعات الكهرباء. يعني منهم من طرح الشيء على الحكومة أن التوفير الحاصل من إغلاق المصانع والمحلات التجارية والمقاهي ودور السينما إلى آخره يجب أن يعكس على ساعات التقنين نحو الأفضل، لأن الناس الآن دائما ملتزمة بالحجر الصحي ضمن المنزل، فهي بحاجة إلى الكهرباء، لأن الوقت الحجر الصحي أطول، يعني هو وقت طويل. لكن النظام وعد بتقنين تخفيف التقنين، لكن طبعا الإمكانيات على ما يبدو لا تسمح. النظام لديه مشكلة في قطاع الكهرباء وقطاع توليد الطاقة. نحن نعلم أن مجموعة من المحطات توليد الطاقة خرجت على الخدمة، وأهمها المحطة الحرارية بحلب. نعم. إضافة إلى أن كثير من محطات توليد الطاقة تعرضت إلى القصف. قد يستفيد النظام من انخفاض أسعار النفط، لأن أغلب محطات توليد الطاقة الكهربائية تعتمد إما على الفيول أو إما على الغاز بتوليد الطاقة. لكن على ما يبدو النظام يعني يبدو أنه عاجز، أو أنه لا يريد تخفيض ساعات التقنين اليومية. نعم، يعني المائة مليار، نعود لموضوع المائة مليار الذي يشغل بال السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني الكثير من الحكومات كما تحدثت تقوم الآن بدعم موظفيها وحتى موظفي القطاع الخاص، وتقوم بدعم المواطنين حتى العاطلين عن العمل. النظام يعني البطاقة الذكية أصبحت مشهورة بغبائها على مواقع التواصل الاجتماعي، لا يكاد المواطن يصله شيء. هل هناك خطة ما لإيصال بعض المنتجات الأساسية للسوريين إلى منازلهم؟ لا يوجد على ما يبدو خطة واضحة المعالم. حتى المئة مليار تم تخصيصها لم تحدد لأين تذهب، إلى القطاع الصحي، إلى تحفيز الاقتصاد، إلى دعم الموظفين القطاع الخاص. يعني جميعنا يعلم أن أغلب العمال أو الموظفين ليسوا هم عاملين بالدولة. يعني نعم، يعني مستوى البطالة وصل إلى حد يعني فوق 85% حسب آخر الدراسات. عدد الدول ومنها دول الاتحاد الأوروبي أعلنت عن خطة تحفيزية واحترازية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. يعني هي الدول الأوروبية وحتى كندا اليوم مستعدة لدفع رواتب لموظفي القطاع الخاص في حال امتنع صاحب العمل عن تسديد الرواتب جراء الإجراء الاحترازي بالحجر المنزلي الموجود في أغلب الدول. طبعا في حالة الاقتصاد السوري لا يمكن الحديث عن دعم المواطن او دعم المؤسسات الصغيره والمتوسطه، ولا 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 حتى الحديث ايضا. اليوم نشاهد تصريحات وزير الماليه انه يدعو المصانع المرخصه الى عدم التوقف على الانتاج، او لا يسمح لها بالتوقف على الانتاج. لم يتحدث وزير الماليه عبر وسائل الاعلام عن اعفاءات ضريبيه متوقعه أو عفاء من الضرائب والرسوم، سواء للمطاعم، سواء للمقاهي، سواء للمؤسسات الصغيرة، سواء للمؤسسات المتوسطة. لا يوجد خطة واضحة أو بيان حكومي بكافة الاقتصاد، كافة مفاصل الاقتصاد يتحدث عن مواجهة وباء كورونا في سوريا. طبعاً مع ارتفاع الحالات لحد هذه اللحظة إلى 5 حالات. طبعاً نحن نتمنى أن لا يثقل هذا الوباء كاهل المواطن السوري في الداخل، لأن المواطن السوري تعب خلال 9 سنوات من الثورة السورية. يعني سيد سمير، ما إن يعني تفشى فيروس كورونا في دول الجوار، أو يعني تسلل فيروس كورونا إلى دول الجوار حول سوريا، حتى بدأت الليرة التي كانت تشهد استقرارا نسبيا في السوق السوداء بدأت يعني تنهار، وبعد تسجيل الحالة الأولى أصبح الدولار ب1300 ليرة سورية. هل سيستطيع النظام يعني إعادة إنعاش الليرة السورية؟ أتمنى منك الإجابة، ولكن بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، أرجو أن تبقوا معنا.
بإمكانكم متابعة الخبر وقت حدوثه على حساب حلب اليوم في تويتر أو تيليجرام. بإمكانكم متابعة موجز أو نشرة إخبارية مفصلة على رأس كل ساعة في صفحة حلب اليوم على فيسبوك. تابعوا كل ذلك والمزيد في موقعنا الإلكتروني halabtodaytv.net. أهلا وسهلا من جديد مشاهدينا الكرام، وأجدد الترحيب بضيفي السيد سمير. سيد سمير، كنت قد سألتك قبل الفاصل حول يعني انهيار سعر صرف الليرة أو يعني تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بعد تسجيل الحالات لفيروس كورونا، هل يستطيع النظام إنعاش الليرة السورية هذه المرة؟ النظام معالجته الأخيرة لموضوع انهيار الليرة السورية كان بالقبضة الأمنية وتشديد القوانين والعقوبات. الآن الوضع مختلف، أنت الآن أمام انهيار اقتصادي بلبنان، يعني الحكومة اللبنانية أعلنت الإفلاس وامتنعت عن علقت تسديد الديون. كذلك الأمر بالعراق وبإيران. اليوم إيران طلبت البنك الدولي بقرض بقيمة 5 مليارات دولار، والعراق يعاني الآن رغم انخفاض أسعار النفط، إلا أن الدول النفطية أو دول الخليج قد تخسر ما يقارب من 249 مليار دولار في هذه الفترة نتيجة انخفاض أسعار النفط. إذن الأمور تتجه نحو الانخفاض. لن يتمكن النظام وخصوصا الاقتصاد السوري الآن للأسف المتعب الهش بعد 9 سنوات من ضبط عملية انهيار الليرة السورية أو نزيف الحاد للليرة السورية الذي يحدث الآن مع كل هزة جديدة تعصف بالمنطقة أو تعصف بسوريا، تنخفض يعني تأثير مباشر يكون قبل الاقتصاد على وضع الليرة السورية، ونشاهد نزيف حاد للليرة السورية. طبعا نزيف الليرة السورية يعتمد على عدة عوامل، بغض النظر عن وجود وباء بالمنطقة أو بالعالم وباء كورونا، إلا أن العامل النفسي يلعب اليوم الدور الأكبر، كذلك الأمر السوق السوداء. دعنا نضرب مثال مصر، يعني مصر الدولار مستقر منذ 4 سنوات، لكن حاليا مع وجود وباء كورونا بالمنطقة حتى بمصر شاهدنا يعني انخفاض جديد للجنيه امام الدولار، كذلك الامر انتعشت السوق السوداء. اليوم مثلا على سبيل المثال جمعيه الصياغ بسوريا امتنعت عن اصدار نشره اسعار بما يخص الذهب، وعلما ان الذهب عيار 21 حتى هذه اللحظه سجل مبلغ 59 ألف مقابل الغرام الواحد عيار 21، يعني وهو رقم غير مسبوق. ومنذ بداية العام 2011 وحتى اليوم جمعية الصاغة تسعر الدولار على أساس سوق السوداء. لو أن النظام سعر الدولار ب 400 أو 700 أو 800 أو حتى 500، جمعية الصاغة سوف تسعر على درجة السوق السوداء وتقول أنه ارتفاع عالمي وأنه هذا هو السعر العالمي. نعم، يعني يا ريت أن الأمور وقفت عند سعر الذهب، ولكن
يعني ارتفاع الأسعار تسلل إلى المواد الغذائية، فهناك ما تضاعف سعره وهناك من زاد بنسبة 40%، حتى يعني بتنا نشهد أن ما بين سوق وآخر في نفس المدينة هناك عدة أسعار للمادة الواحدة. نتابع هذا التقرير الذي أعده لنا زميلنا خلف جمعة ثم نتابع الحوار. ارتفاع الأسعار من أكثر المشاكل التي تؤرق المدنيين في المناطق المحررة. هذا الارتفاع يعود لعدة أسباب، أهمها وأولها ارتفاع قيمة صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية التي تجاوزت هذه القيمة 1200 ليرة سورية للدولار الواحد. تحديدا في المناطق المحررة يصعب على المدنيين تجاوز هذا الفرق الكبير في صرف العملة، بسبب أن دخل معظم المدنيين أو أكثر من 90% من المدنيين في المناطق المحررة هو بالليرة السورية. ربما لم يحدث الفارق الأكبر لدى من النسبة القليلة التي تستقبل دخلها في قيمة الدولار الأمريكي. أسباب أخرى أهمها أيضا الكثافة السكانية العالية جدا في المناطق المحررة، خاصة بعد حملات العسكرية التي شهدتها مناطق ريف إدلب الجنوبي وريف إدلب الشرقي وريف حلب الجنوبي. أيضا هذه المناطق نزح منها أعداد كبيرة من المدنيين، كثافة سكانية عالية في هذه المنطقة في المناطق المحررة إدلب وريفها وريف حلب الغربي وريف حلب الشمالي. أيضا هذه الكثافة السكانية أدت إلى ازدياد الطلب على السلع الاستهلاكية والسلع الأساسية في شكل يومي، مما أدى إلى رفع أسعار العديد من هذه السلع. الآن جديدا فيروس كورونا تسبب بارتفاع الأسعار أيضا في المناطق المحررة بسبب ازدياد الطلب على السلع، أيضا بالمقابل إغلاق المعابر التجارية بين تركيا والمناطق المحررة، أيضا معابر التجارية بين النظام والمناطق المحررة تم إغلاقها بسبب فيروس كورونا. الآن ازدياد الطلب، ارتفاع سعر الدولار، ارتفاع الكثافة السكانية ونقص فرص العمل، كلها أسباب أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل صعب جدا تحمله على المدنيين في المناطق المحررة. نعم سيد سمير، تابعنا سوية هذا التقرير الذي يرصد لنا أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد الطبية في المناطق المحررة، وحبذا لو كان لدينا وصول إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام لنطلع على واقع الناس. لماذا برأيك يعني ارتفعت الأسعار بهذا الشكل الجنوني، بالرغم من أن سوريا كانت دولة متأخرة في تسجيل الإصابات بفيروس كورونا؟ يعني يجب أن تكون قد عدت العدة في تأمين المواد. طبعا الاقتصاد السوري مرتبط باقتصاد دول الجوار، سواء تركيا أو حتى العراق أو حتى لبنان أو حتى الأردن. مع كل ارتفاع جديد للدولار أمام الليرة السورية، يعني انهيار الليرة السورية، على الفور بشكل تلقائي كافة التجار سواء تجار جملة أو تجار مفرط أو بائعين يعني حيتان يسحبون الأسعار القديمة وينتظرون طبعا تحديد السعر الجديد. يعني كلما ارتفعت الدولار أمام الليرة السورية هناك سعر جديد من 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 جرزة البقدونس حتى أهم سلعة غذائية، كله مرتبط بالدولار. يعني كل شيء بسوريا يتم تسعيره على أساس الدولار، كلما ارتفع الدولار كل شيء سوف يرتفع بشكل أوتوماتيكي بدون استثناء، سواء تأثر أو لم يتأثر. دعني أضرب لك مثال سريع. على سبيل المثال انخفاض أسعار النفط بالأسواق العالمية، انخفاض سعر برميل النفط لحد 30 دولار. طبعا بشكل طبيعي الدول الأوروبية لم تخفض أسعار النفط بشكل تلقائي طبعا على البضائع التي تم شراؤها بتاريخ سابق، وإنما وحتى لو ارتفع يعني أيضا سعر برميل النفط إلى 80 دولار، لا نجد ارتفاع فوري بالأسعار بالأسواق. سيتم الانتظار لغاية ورود البضائع الجديدة على السعر الجديد، نعم، ليس البضائع الموجودة بالسوق المحلية، وهذا خطأ كبير يحدث في الاقتصاد السوري حتى قبل عام 2010. أي ارتفاع للدولار يدفعه ارتفاع كامل بكافة المواد والسلع الغذائية.
ناهيك عن هذا الارتفاع يحدث احتكار. يعني حتى الآن رغم وجود قوانين وهيئة لمكافحة الاحتكار إلا أن الحيتان الكبار أو حتى التجار الصغار تجار الجملة وغيرهم من التجار يحتكرون بعض المواد الغذائية لحتى يستفيدوا من الارتفاع. وأيضا يعني أيضا الارتفاع تلقائي، يرتفع سعر الدولار بالسوق السوداء يجب أن ترتفع كل السلع حتى لو كانت البضائع قديمة وتم شراءها على سعر قديم، لا يجب أن يتم تسعيرها بالسعر الجديد. هذا أحيانا يمتنع التجار عن البيع، يمتنع الصرافين عن طبعا تبديل العملة سواء الليرة السورية أو حتى بالدولار. يعني هناك مع كل ارتفاع هناك حالة جمود، يعني تشعر أن يعني الكل متفق على المواطن المسكين وارتفاع الأسعار وارتفاع للمواد الأساسية وارتفاع أسعار الذهب. سيد سمير، المصرف السوري المركزي التابع للنظام قال إنه أخذ بعض الإجراءات لمواجهة جائحة كورونا، ما هي هذه الإجراءات وكيف تقيمها؟ هو البنك المركزي التابع للنظام أصدر بيان مقتضى أشار فيه إلى استمرار العمل بالحوالات وبالإيداعات وبالعمليات المصرفية، واستثنى فقط عطاء القروض وترك لإدارات المصارف أخذ الإجراءات بما يتناسب والإجراءات الاحترازية بما يتناسب مع الوضع الحالي لكل مصرف سواء مصارف خاصة أو مصارف عامة. طبعا جميعنا يعلم أن واجبات المصرف المركزي عندما يحدث أي شيء يمس الاقتصاد أو حياة المواطن أن يقوم ببعض الإجراءات التحفيزية أو حتى الاحترازية، لكن شاهدنا نحن تكلمنا عن 100 مليار قامت الحكومة بتخصيصها لمواجهة وباء. يعني تساؤل، إذا كانت الخطة واضحة من أين ستأتي الحكومة بهذا المبلغ، أم أنها سوف يعني تفاقم وتزيد المطبوعات من الليرة السورية مما يزيد في التضخم؟ لربما أو ربما يتم تخصيصه من بنود أخرى بالموازنة العامة للدولة لسنة عام 2020. يعني يتم تغيير بعض البنود سواء بالموازنة الجارية أو الاستثمارية باتجاه مكافحة وباء كورونا وتخصيص هذا المبلغ. جميعنا يعلم أن الاحتياطي النقدي في سوريا تم صرفه، وأن الخط الائتماني أيضا الإيراني اللي قدرت حوالي 12 مليار دولار، يعني النظام استنفذه واستهلكه بالكامل. النظام الآن في أزمة نقدية. إذا كانت إيران يعني تطلب مساعدات من صندوق النقد الدولي، فما بالك وضع اقتصاد النظام السوري حاليا؟ يعني نعم، وحتى روسيا الحليف أيضا لنظام الأسد الآن، حرب أسعار البترول إن صح التعبير، يعني أيضا تلقي بظلالها على الاقتصاد الروسي. ولكن إيران تطالب المجتمع الدولي أيضا برفع العقوبات عليها، واستطاعت الآن إلى حد الآن لم تستطع أن يعني أن تلغي العقوبات الاقتصادية، ولكن هناك حوالي 25 مليون يورو وصلتها كمساعدات إنسانية من الاتحاد الأوروبي. هل باستطاعة النظام سواء هل يمكن له وهو طالب بالفعل، هل يمكن أن يستجيب المجتمع الدولي أو أمريكا أن تستجيب لدعوات النظام بإلغاء العقوبات على النظام أو مده بمساعدات إنسانية؟ بدقيقة لو سمحت لأن الوقت قد داهمنا. طبعا المساعدات الإنسانية دائما مستثنى من العقوبات، يعني المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المواطنين إلى الناس سواء مواد غذائية أو مواد صحية إلى آخرها أو أدوات طبية هي مستثنى من العقوبات، لا تخضع للعقوبات. نعم، ماذا عن إلغاء العقوبات على النظام والسماح له بممارسة نشاطاته الاقتصادية؟ طبعا تحت ذريعة أن النظام يواجه كارثة صحية بسبب فيروس كورونا.
قلت لك أن المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية مستثنات من العقوبات، والنظام يحاول رفع العقوبات لعودته إلى التجارة الدولية ولا المجتمع الدولي، لأن قانون قيصر دخل حيز التنفيذ رفع العقوبات أمر مشروط بتحول سياسي أو تغيير سياسي بسوريا وفق قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة. نعم وصلت الفكرة، أشكرك جزيل الشكر السيد سمير طويل الصحفي الاقتصادي، حدثتنا من فرنسا، والشكر الموصول لكم مشاهدينا الكرام، دمتم بخير وإلى اللقاء.